باب خطير جدا عندنا، مهم جدا. نعم. 还有一个非常重要的问题。بعض الناس يقول أن الشرك لا يقع فيه أهل الجزيرة العربية أو لا يقع فيه أي مسلم. 有些人认为举办不会发生在阿拉伯半岛或发生在任何一个穆斯林身上。كيف وقد جاء في الكتاب وفي السنة وفي أقوال السلف والأئمة؟ 无论是在经典当中、圣训当中，以及先辈当中，以及一些学者当中。عندنا الأئمة الأربعة يقول أن هناك أشياء يكون بها الإنسان مرتد حتى ولو كان في الجزيرة حتى ولو كان في غير الجزيرة. 四大伊玛目也承认有一些是属于叛教的人，那些人发生在半岛。الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا أهل الردة في الجزيرة العربية. 圣门弟子们曾经和叛教者们作战。لا بد أن نحذر من الشرك. 我们必须要警惕举办。ولأن هذا الكلام من الشيطان. 那些认为这个半岛那里没有举办的是不对的。ومن علامات الساعة أن يلحق حي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين. 在大限之日来临之前有很多迹象。ويعبد فئام يعني قلة من الأمة الأوثان نصر عليه السلام. 会出现一些崇拜偶像的人。نعم.